ان محمد العنزي راح فيك عبر دوري بلس ونافس على فئه الماسكلر، كيف هي التجهيزات قبل البطوله في المملكه؟ تجهيزات من اي ناحيه يعني؟ استعداداتك انت شخصيه؟ استعدادات الحمد لله استعدادات كويسه معنويا وكل حاجه ان شاء الله. وش المطلوب من اللاعب قبل ما يدخل المنافسه هذه؟ يركز على ايش؟ على اكله، تمرينه، نومه، بشكل عام الاكل عامل اساسي في التجهيز بس. وش اصعب مرحله في التجهيز؟ اللي هي اخر 10 ايام، انك تلعب في الكار بالمويه، الاشياء هذه شوي تكون صعبه اخر ايام. تنشد الاعصاب قبل البدايه؟ ممكن، حسب من لاعب للاعب يفرق. وش مطلوب يسوي عشان يهدى؟ يحاول انه مثلا يتجنب الناس، يكون لحاله في البيت، نادي، تمرين، دوامه بس. شاركت بطولات كثير، وبكره العدد كبير برضو اللي راح يشارك. ناوي على المركز الاول؟ نقول ان شاء الله باذن الله، سوينا العين وبقى على ربنا ان شاء الله بس. وش اللي تخاف منه؟ ما في شيء يخوف، مو اول مره انزل استيج عشان اخاف. وياك يا حبيبي، يعطيك العافيه.